مشاهدينا الكرام، للحديث عن تطورات ثورة تشرين معنا الكاتب والباحث والسياسي السيد نظير الكندوري هنا في الاستوديو. أهلا بك أستاذ نظير. حياكم الله. بداية، كيف ترى ثورة تشرين وهي مستمرة الآن وتدخل في شهرها الثالث؟ يعني ما أرى أن هذه الثورة تجاوزت المرحلة التي ربما يستطيعون تحجيمها أو إنهائها، بل هي خرجت عن هذه الحالة يعني كما تسمى بقوانين الفيزياء العتبة. نعم. يعني تخطت هذه العتبة وفلتت من سيطرة هذا النظام، ولا يمكن الرجوع إلى كما يقول المربع الأول. المتظاهرون الآن سائرون إلى مدى أبعد، ربما في البداية خرجت لمطالب محددة، لكن الآن أفقها واسع، هي تريد تغيير شامل للعملية السياسية، تريد مستقبل آخر للشعب العراقي. ربما لا تستطيع هذه الطبقة السياسية اللحاق بهذه المطالب، لذلك فالمطلب الأول الآن هو إنهاء هذه العملية السياسية، كون هذه الأحزاب التي تحكم الآن أصبحت من الماضي قياساً بما يريده الشعب حالياً وما يريده الشباب العراقي. نعم. في المقابل أستاذ نظير، كيف تقيم الموقف الحكومي الذي ما زال يراهن على الخيار الأمني والعسكري في التعامل مع المتظاهرين؟ لنكن أكثر يعني صراحة، النظام العراقي نجح في هذا الأمر بموضوع القمع. طيلة تاريخه الذي امتد مدة 16 سنة، قد استخدم هذه الآلية من خلال البطش والقتل والاغتيالات للمنافسين لهم، وقد نجح في فترات معينة، كثيرا ما نجح في هذا الأمر، واستطاع أن يزيح منافسيه ويزيح الوطنيين ويغيب الأطياف معينة، وهو يحاول الآن إعادة الكرة وإعادة نفس هذه الآلية مع المتظاهرين. لكن الذي غاب عن هذا النظام بأنه يتعامل مع جيل جديد ظهر ما بعد هذا الاحتلال الذي وقع فيه العراق. الآن هؤلاء الشباب لن تنفع معهم نفس الأساليب، وهم لا يخافون من الموت، بل يواجهون الموت بصدور عارية. لذلك هذه الخطط لن يستطيعوا يعني إنجاحها في هذا الحراك الذي موجود حاليا. من المحاولات التي تسعى فيها الحكومة أو سلطة المنطقة الخضراء للالتفاف على الثورة هو موضوع رئاسة الوزراء. الآن هذه المحاولات للقفز على الثورة كما يمكن أن تسمى من قبل المتظاهرين، محاولات القفز أو ركوب الموجة، هل يمكن اختزال مشكلة المظاهرات بشخص رئيس الوزراء؟ هذا هو الغباء الذي يقع فيه النظام السياسي الحالي، أو بالأحرى ربما هو الالتفاف الذي يحاولون أن يلتفوا به على مطالب المتظاهرين. المتظاهرين لم يخرجوا لإقالة عادل عبد المهدي، ومن هو لكي تخرج هذه المئات الآلاف من المتظاهرين لإقالته؟ من هو عادل عبد المهدي؟ ما هو إلا رجل توافقت عليه الكتل لجعله كدمية في هذا المنصب يديرونهم الدولة من خلفه. الجماهير خرجت لإسقاط النظام السياسي نفسه، وأمر مهم جدا يجب ملاحظته، أنك تلاحظ أن الجماهير في كل عندما يطرق اسم كل شخص جديد لتسلم هذا المنصب هم يرفضوا ذلك، ليس لأنهم يرفضون رئيس وزراء فقط من هذه الأحزاب، كون أن هذه الأحزاب نفسها هي مرفوضة من قبل الشعب. بل الآن اللجنة المنظمة للتظاهرات أكدت على شيء مهم جدا، بأننا لا نريد انتخابات مبكرة بظل وجود هذه الأحزاب، لأننا لم نفعل شيء. الانتخابات منذ 2003 ولحد الآن تتكرر بفترات يعني انتخابية مع نفسها الأحزاب، تأتي نفس الوجوه، وننتقل من الحالة السيئة إلى الأسوأ. لذلك نحن لم نفعل شيء. المتظاهرون الآن يريدون انتخابات بعدم وجود هذه الأحزاب وعدم وجود هذه الرموز السياسية. في هذه الحالة ممكن نبني على إقامة نظام سياسي جديد في العراق، وننتظر يعني محصلات جديدة لهذا النظام، وإلا ما الفائدة من إعادة انتخابات مبكرة في ظل نفس هذه الأحزاب ونفس الفاسدين؟ لذلك هناك سؤال مطروح الآن أستاذ نظير حول مصير هذه الثورة في ضوء المناعة التي اكتسبتها الجماهير والشعب العراقي ضد الوعود التخديرية التي كانت دائما من الحكومات المتعاقبة،
وفي ضوء التهميش الحكومي والحزبي لهذه المطالب، يعني البون شاسع جدا بين ما يريده الشعب العراقي وبين أداء الحكومة والأحزاب السياسية. يعني أنا ما أرى أن هذا الرفض الشعبي لأي مقترح حكومي أو أي صيغة حل تقدمها الطبقة السياسية الحالية هو دليل على أن هناك حالة الوعي مرتفعة جدا عند الشباب العراقيين، لذلك لا تنطلي عليهم أي خدعة. هم الآن السياسيين تجدهم منشغلين في إيجاد الكتلة الأكبر وفي ترشيح الشخصية المناسبة، وكأنما المتظاهرين خرجوا فقط لأجل رئاسة الوزراء، لذلك هم سلفا المتظاهرون، وعند طرق اسم أي شخص من هؤلاء يعلنون رفضه وينزلون بوستر بصورته ويحطون الكروس عليها، دليل على أن أي مرشح من هذه الطبقة السياسية هو مرفوض. والخطورة أن الآن يعني وفق الدستور المعوج مالتهم يعني انتهت هذه الفترة يعني منذ البارحة، غدا يوم الأحد يفترض أنه يكون القرار نهائي، بينما اللجنة المنظمة وعدت بأنه ودعت إلى مظاهرات ضخمة ستخرج غدا، دليل على رفضها لكل هذه الاقتراحات. وشيء الأهم من هذا أن هذه الكتل السياسية وبالرغم من أنها الآن محصورة في زاوية، لكنها تجد يعني من العجيب تجدهم الآن مختلفون فيما بينهم. يعني اليوم يخرج علينا الصدر الذي هو يمتلك كتلة كبيرة بالبرلمان يقول يعني بأشبه بالتهديد لكتلة البناء اللي هي بقيادة العامري ونور المالكي بأنه أحقن الدماء ولا ترشحوا يعني شخصية من عندكم، وهو هو ليس لأنه هو يريد يعني شخصية تمثل الشعب العراقي، لا، لأنه سيعرف أنه هذه الشخصية سوف لن تراعي مصالحه، لذلك يعني أرجلهم على حافة القبر ومع ذلك يختلفون في المصالح. طيب، وممن يستلم السلطة في المستقبل. أستاذ نظير، عمليا لو قلنا أن برهم صالح سيخرج بقرار جدلا أو فرضا أو ربما هكذا يرى البعض أنه سيخرج بقرار بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، كيف ستتم هذه الآلية في ظل وجود هذه الأحزاب؟ أنا أقصد هل سترحل هذه الأحزاب أم سيكون النظام الجديد بالانتخابات بوجودها؟ على ماذا سيعتمد؟ يعني أنا أعتقد أنه هذا الافتراض بالأصل يعني غير موجود، ولا يمتلك برهم صالح من الشجاعة لأن يحل البرلمان ويدعو الانتخابات مبكرة، وإذا ما يعني ربما ارتكب حماقة وفعل هذا الشيء فأول شيء من ردود الأفعال من قبل الأحزاب والميليشيات هو الانقلاب عليه، بدليل أن يعني هذا عدي العوادي أو عوادي يعني واحد من العصائب يقول يجب محاكمة برهم صالح وبتهمة الخيانة العظمى لأنه لم يسمي رئيس وزراء ضمن الفترة المحددة، فكيف بك إذا أصدر قرارا بحرر البرلمان؟ سيكون هناك انقلاب ميليشياوي بدعم إيراني، يعني الجميع يحمل السلاح، وستجد حرب يعني ميليشياوية بامتياز ما بين هذا الأطراف، وستجد شوارع العراق تغرق بالدماء بسبب حروب هذه الميليشيات. فهو افتراض يعني أجد أنه لا أعتقد برهم صالح يمتلك الشجاعة لاتخاذ مثل هكذا قرار. لعل الأيام القادمة تحمل كثيرا من الأخبار حول هذا الموضوع والتطورات. شكرا لك الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. شكرا أستاذ نظير.